شايف ان المعسكر طبعا كان مهم جدا جدا، جهاز فني جديد بالكامل، فكان مهم ان هو يقفل على اللعيبه اطول فتره ممكنه، وخصوصا ان اللعيبه كان في لعيبه في منتخب بقالهم فتره طويله، وعلي معلول كان في مع منتخب تونس، فكان مهم ان المعسكر ان احنا ننضم، لان مهم مستر كارتيرون ان هو يشوف القوام كله، وعشان يقدر ان هو يشوف يبقى في نظره كامله لكل العناصر وكل اللعيبه. فاعتقد ان احنا وجودنا هنا الحمد لله كان مهم، واندمجنا بسرعه جدا مع اللعيبه، لان هم احنا مش غراب على بعض، وزائد ان برضو حصل اندماج مع الجهاز الفني، برضو كابتن يوسف مش جديد علينا، وبقيه اعضاء الجهاز الفني كلهم ولاد النادي الاهلي، وعندهم من المرونه انه وصغر سن هم يقدروا يتكافوا سريعا مع اللعيبه، وانا متفائل جدا ان من بدايه من المعسكر ده ان الموسم ده ان شاء الله يبقى النادي الاهلي بشكل تاني غير الشكل اللي نهينا بيه. يعني عندنا من التجارب والتحديات حاجات اصعب من كده وعدينا بيها، رجوعا ب 2013، مش هقول لك السنه اللي فاتت، هقول لك على السنه اللي احنا خدنا فيها بطوله افريقيا. 2013 حصل لنا اخفاق في اول مباراتين، برضه تعادلنا وخسرنا تاني ماتش على ملعبنا وخدنا البطوله. انا بقول كده مش عشان اطمن الناس بس، ولا بقول لهم ان احنا عندنا من الثقه وعندنا من الخبرات ان احنا اتعاملنا مع مواقف اصعب من دي، والحمد لله عديناها طول ما احنا نبقى قادرين والاجواء كلها مساعدانا. فانا اعتقد ان احنا رقم واحد قادرين، رقم اتنين الاجواء كلها ايجابيه ومساعدانا جدا، فبتهيألي الكره بقى في ملعبنا احنا. فيعني البدايه ان شاء الله هتكون من الماتش الجاي، ما عندناش اي فرصه غير ان احنا نكسب عشان نعدل المسار، والمباراه اللي بعدها لازم هنكسب برده ان شاء الله. فخلينا بس نفكر في خطوه خطوه، المباراه الجايه احنا يعني ما عندناش اختيار تاني، وكلنا ايمان عن قناعه ان احنا نكسب. فدي برضو من خلال قناه الاهلي، انا مش عايز الناس تقلق، احنا ما فيش حد برضو بيقعد ببطوله زي ما انا قلت قبل كده كتير، لان ده مش في الكوره، انما انت بتوعد ان انت هتموت نفسك وهتقاتل ولحد اخر لحظه، وعلى قد قتالك هيكون مكافئتك يعني. فان شاء الله يبقى قتلنا في البطوله دي يوصلنا للفاينل، وان شاء الله نبقى بطل افريقيا. اهلا بكم من جديد بعد متابعه تقرير شريف اكرامه، وحديث مهم جدا.